بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الجزء الأخير في تصميم خطوات أو خطوات تصميم الرافت فاونديشن، وده الجزء التاسع من شابتر 7 اللي هو الرافت فاونديشن من كورس الفاونديشنز انجينيرينج 1. إن شاء الله إحنا المرة اللي فاتت عملنا تشيك على البانشنج بتاع القاعدة. طبعا لو البانشنج طلع انسيف عندي حاجة من الاثنين، يا اما ازود الدبس يا اما اعمل البيدستالز او ابتدي ازود السمك بتاع الرافت عند الاعمدة. النهاردة بقى مفروض ان انت عندك لكل شريحة راسم البندنج مومنت بتاعها وراسم كمان الشير فورس بتاعها. عايز ابتدي اصمم بقى، ابتدي اخد المومنت ده اللي موجود من رسم البندنج مومنت دايجرام خلاص، واجيب له الدبس. لو تفتكر الدبس كان بيساوي C1 جذر مين M على B في F CU. C1 قلنا بناخدها بخمسة، هنا B بقى ناخد عرض الشريحة اللي انت هتشتغل بيها والF CU عندي. بس تخلي بالك ان المومنت ده ما كانش فاكتور، يعني ما كانش لسه ضربته، فلازم اجيب الام التيميت. ازاي؟ ان انا اجيب الام التيميت بيساوي الام اللي عندك ده مضروب في كام؟ في واحد ونص، عشان يبقى عندي الام التيميت بتاعي عشان اجيب الدبس، ومنها التي بتساوي دي زائد كام؟ 7. طيب كويس الكلام ده، جبنا الدبس بتاع مقاوم للمومنت. ابتدي اجيب بقى الحديد هنا واجيب الحديد هنا واجيب الحديد هنا، الحديد النيجاتيف والحديد البوزيتيف، يعني البوزيتيف والنيجاتيف مين الريفورسمنت بتاع الحديد ده. لكل شريحه لكل شريحه ابتدي اصمم القطاعات ديت عشان اطلع الحديد العلوي والحديد السفلي بتاع الرافت بتاعي. طبعا لما تفتكر برضك الاي دي اس كنا بنجيبها ازاي، الام التيميت ديت على الجي في الدي في الاف مين يين، وتبقى ان انت واخد السي 1 ب 5 يبقى الجي بتاعتك بكام؟ 0.826. ودي عندي والاف يين المومنت خلاص بقى، ما انا ضربته في كام؟ في 1.5. طبعا لازم برضك اطمن الشير الدبس بتاعي سيف ولا لا، فانت بتاخد الشير بتاعك عندي الكيو يو، وابتدي اطلع بقى الكيو يو اللي هي بتساوي كيو يو على عرض الشريحه في الدي، ولازم دي تكون اقل من مين؟ من كيو سي يو. يبقى انا الدبس بتاعي بقى سيف في البانشنج، بقى سيف في الشير، بقى سيف في المومنت، وطلعت الحديد النيجاتيف والحديد البوزيتيف. ابتدي اجهز اللوحات بتاعتي وابقى كده خلصت تصميم الرافت فاونديشن. وبنهاية الرافت فاونديشن اقدر اقول لك ان شاء الله الحمد لله خلصنا الكورس بتاعنا الفاونديشنز انجينيرينج 1. اتمنى من الله ان اكون ضيف ليس ثقيل عليكم وان اكون قد افدتكم. شكرا والى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.